الجهال الجهول الجهال الجهل شيئا واحد. سأسأله كم كانت سن الرسول عندما تزوج عائشة؟ هذا الكلام كلام لا يليق إلا بشاب حدث السن، ولا يليق أن يقول هذا الكلام إلا رقيق أو صديق أو خليع أو مائع. سألك يا سيادة الملك كم كان سن الرسول عندما دخل بعائشة وتزوج؟ هل كان عنده 20 عاما؟ 30 40 50؟ كان عنده من العمر 55 عاما. وكان هو النبي وما زال هو النبي وسيظل هو النبي في عصمته وفي ظهره. ألا تعلم أيها الإنسان المفتري أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعن حوله ذات يوم يطلبن منه زينة الحياة الدنيا؟ تعال تعال يا مفتري، يا من تريد أن تصنع من بيت النبوة قيسا وليلا، تعال أخرس الله لسانك وفض الله فاك. أنت من سمح لك بتوزيع هذه المسجلات. جلست نساء رسول الله حوله ذات يوم، وجلس الرسول بينهن حزينا، ودخل أبو بكر وعمر بعدما استأذنا، وسأل أبو بكر ماذا يريدن منك يا رسول الله؟ فقال له الرسول والأسى ظاهر على وجهه إنهن يطلبن مني زينة الحياة الدنيا. فقام أبو بكر ليضرب عائشة، فاختبأت عائشة بنته مستنجدة برسول الله من أبيها، وقام عمر ليضرب حفصة فلوى عنقها. وعندئذ ماذا كنا يردن من رسول الله؟ تعال إلى بيت النبوة لتعرف من هو النبي وما هو بيت النبي. يطلبن منه الحرير ويطلبن منه الذهب. لو كان النبي ملكا من ملوك الأرض لأحضر لهن ما يريدن ما يريدن. لو كان رئيسا أو حاكما أو غنيا لأحضر لهن الحرير والذهب. أما كان رسول الله ماذا كان رده؟ ماذا فعل؟ هل أحضر حريرا؟ هل أحضر ذهبا؟ اعتزلهن شهرا كاملا في غرفة صغيرة ينام فيها وحده ويأكل فيها وحده. اعتزلهن حتى نزل الأمين جبريل بآيات التخيير. أتدرون ما آيات التخيير؟ صلوا على البشير النذير. يا أيها النبي قل لأزواج إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. كنتن تردن الدنيا وزينة الدنيا فتعالوا لأوقع التسريح عليكن، والتسريح هو الصلاة. تعالوا وطلقكن، تعالينا وطلقكن، لأن هذا البيت ليس بيت الحرير والذهب، لأنه بيت جبريل وميكائيل وإسرافيل والملائكة. والوحي ينزل سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواه. بك يا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من ملل الهدى غراه. لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء. المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواع. وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء. وإذا غضبت فإنما هي غضبة للحق لا ضغن ولا جحناء. يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء. ماذا كان في بيت النبوة؟ لم يكن في بيت النبوة سرر مرفوعة ولا أكواب موضوعة ولا نمالق مصفوفة ولا زرابي مبثوثة. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فأنتن طوالق طالقات. وإن كنتن تردن الله ورسوله
الجنه والدار الاخره، فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. ونزل الرسول بايات التخيير وقصد بيت عائشه وعرض عليها الايات البينات وقال لها: استاذني ابويك في هذا يا عائشه. استاذنيه، هل يريدون الحياه الدنيا وزينتها ام يريدون الله ورسوله؟ فبكت عائشه العاقله التي روت عن الرسول 2300 حديث وكانت تفتي المسلمين في حياه الرسول وبعد وفاه الرسول. عائشة الناسكة العابدة الحصان الطاهرة الصديقة بنت الصديق، سئل الحبيب محمد: اي النساء واي الرجال احب اليك؟ قال: عائشة وابوها. قالت: أستشير اهلي في الله ورسوله يا رسول الله؟ لقد اخترت الله ورسوله. تعال يا مفتري لتسمع ماذا كان طعام عائشة ورسول الله، ماذا كان طعامهما وشرابهما. سئلت عائشة، سألها عروة بن الزبير ابن اختها اسماء وقال لها: يا خالة، ماذا كان طعامك مع رسول الله؟ فقالت له: يا ابن اختي، لقد كنا نمكث الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة بشهرين ولم توقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار يطبق عليها. سهران كاملان لا يذوقان طبيقا. قال عروة: فعلى اي شيء كنتما تعيشان؟ قالت له: يا ابن اختي، كنا نعيش على الماء والطمر، ماء زائد تمر يساوي طعام رسول الله وامهات المؤمنين، ماء وتمر، هذا هو بيت النبوة. يا منشد الغربية، اتق الله وجدد ايمانك، فلو مت على هذه الحال ما قبل الله منك شيئا وما قبل منك عمرا. اتق الله، فبيت رسول الله في اعلى عليين، اشهر بيت عرفه العالم، اعظم بيت عرفه العالم، انه بيت جبريل وبيت ميكائيل واسرافيل. اصطلحوا مع الله ليصلح الله علينا البلاد والعباد. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانت في عليائك وكبريائك، وانا واقف الان بين يديك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين بضيائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.